اسأل. دلوقتي يا شيخ انا بفضل الله في كلية طب اسنان، ويعني في بعض الدكاترة النساء بيشرحوا لنا بعض المواد، ماشي. فانا يعني ما ساعة الشرح ببص بنظر الى وجه الدكتورة، يعني خف هل شوية هي حرج؟ خف شوية، احترم نفسك شوية، قدر تستطيع غض البصر. ما هو بس يعني عشان انا قصدي بس والله ان انا اركز، مش ما تركز في الشاي يعني، ولا ركز في لا مع الشرح مع الشرح. المهم غض البصر قدر الاستطاعة. ماشي، جزاك الله خير. بقول لك وقع الدرس علاج ايه يا طبيب اسنان؟ نعم، لا انا لسه في سنة تانية يعني. طيب امنا كانت تقول اشرب شوية مية وملح يشد اللثة شوي، صح الكلام ده ولا لا؟ صح يا شيخ، بس يعني ده لسه الدنيا طويلة معانا شوية. الله، اسأل والدتك بقى. شوف الله يبارك فيك، الوصفات البلدية دي أحيانا لها تأثير يا إخوة. شاي على زنجبيل. السلام عليكم.